منكم هو ديار او هو مقياس. مقياس دي الرينج بتاع اللايتس، يعني ايه اللايتس؟ يعني الانرجي اللي هي السور بايت. يعني ايه الانرجي السور بايت؟ بنقول لحضرتك ان اللايت ده هو عباره عن الكترومغنيتك انرجي او الكترومغنيتك ويفز، ولكن في بعض الانواع منه احنا ما بنشوفهاش، وفي بعض بنشوف اللايت اللي احنا بنشوفه ده احد انواع او احد البروجرامز بتاع الالكترومغنيتك سبيكترم. طيب الانواع الثانيه منها ما يضع العين المكهربه ومنها ما لا يضع. فبنقول ان الالكترومغنيتك سبيكترم ده هو مقياس او معيار او تمرين بالنسبه للانواع المختلفه من الالكترومغنيتك انرجيز. طب ايه هي الالكترومغنيتك انرجيز المختلفه اللي احنا عندنا بها خلفيه او معلومه من قبل كده؟ والله عندنا انفراد، عندنا انفرادات، عندنا شورت ويف، عندنا مايكرو ويف او بشكل مايكرو ويف دي بقطع حته واحده، عندنا الاكس ريز، عندنا الجاما ريز. كل الحاجات دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكترومغنتيك ويفز، كلها بتطلع الكترومغنتيك انرجي وبيسموها راديشنز. طب ليه سموها راديشنز؟ لان هي ليها قدره على الانتقال بالراديشن. نقول قبل كده بوسائل انتقال الحراره فاكرين كونفكشن وراديشن وكونفكشن. راديشن يعني الجسم بعيد بيشع طاقه، فهو برضه الايه؟ الالكترومغنيتيك انرجي دي بتشع طاقه، وعشان كده بتعتبر اسمها الكترومغنيتيك راديشن. طيب الالكترومغنيتيك راديشن ليها رينج مختلف زي ما قلنا، وكلها بتمشي في سرعه الضوء. سرعه الضوء اللي هي 3 × 10⁸. طب بتختلف في ايه؟ بتختلف في التردد والطول الموجي. الطول الموجي والتردد بتاعها مختلف عن كل واحده مختلفه عن الثانيه. التردد والطول الموجي مختلفين عن بعض، وعشان كده كلها تبدا كلها خصائص مختلفه عن بعضها. طيب يعني ايه الويفلنس ويعني ايه الفريكوانس؟ هنشوف دلوقتي. الاول بنقول والله ان الويفز دي او الويفز دي مترتبه صعودين او تنازليين حسب الويفلنس بتاعها او حسب الفريكوانسي. طب نرجع الاول نشوف ايه الويفلنس او الفريكوانسي. بص حضرتك ده مثال الويفلنس، يقول لحضرتك ان الويفلنس هي الديستانس بتوين تو سكسيسيف بيكس. زي ما احنا شايفين كده عندك بيك وعندك بيك اخرى، المسافه ما بينهم اسمها الويف لينس بتاع الموجه او بتاع الطول الموجي بتاع الطاقه دي او بتاع الانرجي. يبقى الويف لينس او طول الموجه هو المسافه ما بين تو سكسيسيف راديشن. طب متعدد النمبر اوف ويفز بير سكند، عدد الموجات اللي قدام حضرتك اللي بتحصل في الثانيه الواحده. طب ده رقم طبعا ممكن عندك ده عدد موجات وده مسافه او طول الموجات. طيب من نفس القول طبعا ان احنا نقول لحضرتك وانت عارف وصير عارفين ان التردد يتناسب عكسيا مع طول الموجي. كل ما زاد طول الموجي كل ما كان عدد الموجات الموجوده في مقدار حي الزمن ثانيه واحده قليل، صح؟ لان هم الموجود الموجي قصير هيبقى الموجات عددها في ثانية واحدة كتير. يبقى بالتالي من الكلام ده نقدر نقول إن الويفلنس بيتناسب الفيرس بروبوشنال تو فريكونسي. وبيكون طبعا إن إحنا بنقسم الإلكترومغنيتيك سبيكترم أو اللايتس أو الإنرجيز دي أكوردنج تو إكس ويفلنس أو إكس فريكونسي. فبالتالي
حاجه في الكرسي تبدا بالوجز، بعدين تمشي بالوركويز فور فايد تنجز الوايت، ثم الترابط واكس واي وجاما ريز عشان الجاما. طب لما تيجي تتكلم عن طريق بقى او تقسمها اكوردنج تو ويفلينس، تبدا من فوق لتحت تكون اول حاجه تكون ايه؟ جاما ريز، بعدها اكس ريز او ترابط بزر الوايت، وانت نازل بقى انفرايد مايكروويف ريجويف، يبقى ده تقسيمنا حسب الطول الموجي وحسب الفريكوانسي. طيب لما نيجي نقول والله ده الحاجات دي مفهومينها في ايه؟ احنا بندرسها عشان ايه؟ احنا بندرسها عشان بعض الانرجي الموجوده دي احنا بنستخدمها في العلاج بتاع المرضى الكورونا، او ليها بنفيتس في السيربيوتيك افكت بتاعها، يعني ليها سيربيوتيك افكت وليها بنفيتس علاجيه. فنقدر نستفيد منها زي الملاكوين، زي الشورت وين، زي الانفراريد، زي الالترا فايبرز. انا الحاجات دي تهمني ان انا بعالج بيها عيان بتاعي. وتهمنا تخصص تاني ان هو بيعالج بيها عيان بتاعه. فليها سيربيوتيك افكت، عشان كده انا بوصل الضوء عليها من هذا المنطلق. نقول مثلا والله زي ما حضراتكم شايفين كده، الرجل ويفز استخدم في وضعه، مايكرو ويف استخدم في البوكينج حاجات الاطفال، المايكرو ويفز والكلام ده ليها خصائص ان هي بتسخن بسرعه. الانفراريد غير ما احنا سمعناها في العلاج، فان ليها تطبيقات استخدام في النظارات الليليه، بتشوف بيها بالليل ولا جالس نظاره لأنها تبين بالليل أشعة حمراء. الإنفيزيبل وايت يعني أنت عارف أنت بتشوف الإنفيزيبل وايت اللي إحنا بنشوف كده أو اللمبة اللي بنطلعها فوق عالي، ده هو أحد أنواع الإلكترو ماجنتيك نيرفز. الأكتر وايت مستخدمة عند الكرة الجلدية لتعالج بعض الحالات، وإحنا بنستخدمها كمان إن شاء الله هنستخدمها محاضرة من المحاضرات بتاعتنا في الكروكة اللي إحنا فيها. الإكس رايز بنشوف بيها الحاجات اللي بره البون. الجاما ريز اللي بتستخدم في العلاج المستمر في العلاج الصحي، الناس اللي هم اللي عندهم ربنا يعافيهم تيومرز او كانسرز او ما ذلك من الحاجات الاشعاعيه المستخدمه حاجه من دي. فعايزين نقول ان هي ليها تاثير علاجي مستخدم في مختلف التخصصات المختلفة في العلاج، ومن هنا احنا بنتكلم عنها. يبقى احنا قلنا ان في الكترونيك سبيكتروم ده هو رينج او مدى للمايكس المختلفة الموجودة اللي احنا بنشوفها او ما بنشوفهاش. قلنا ان كلها ليها سرعة واحدة وهي سرعة الضوء. قلنا ان هي مختلفة عن بعض في التردد اللي في طول الوجه، وعشان كده كل واحدة فيها ليها خصائص مختلفة عن التانية. اتكلمنا عن ترتيبها تصاعديا وتنازليا، واتكلمنا عن البنفيتس بتاعتها. هنتكلم عن بعض الخصائص للالكترونيك ويفز. قال لك الالكترونيك ويفز ليها سرعه ثابته اللي احنا قلناها، قال لك بتمشي في ستريت لاين. الحاجة اللي بعد كده اللي هي كارل بي ابزوربت او ريفليكتد او ريفليكتد، يا اما تنبص يا اما تنعكس يا اما تنكسر. الكلام ده متوقف على ايه؟ متوقف على المنظر اللي انت داخل فيه، صح؟ المنظر اللي انت بتسلط عليه او القشر اللي انت بتحطك بتسلط عليه. يعني لو سلطنا على بول غير اللي بنصرفها على الدش عادي، دي ده ميديوم وده ميديوم. طيب لما الزاويه لما بنصرفها بزاويه معينه مختلفه عن الثانيه، بيختلف كميه الطاقه اللي بتنبص عن كميه الطاقه اللي بتنعكس. الامارات اوف انترست كميه الطاقه اللي انت مدخلها، دخل قد ايه او واجه قد ايه التشو، فبيبص منه قد ايه وينعكس منه قد ايه.
فدي على الاقل بتؤثر في الابزوربشن وفي الريفلكشن وفي الريفراكشن. قلنا الريفلكس في المرسل فلوسي. طيب نقول لحضرتك ان بعض الانواع من الويز دي بتبقى اسمها الرايزنج راديشنز وبعضها نون الرايزنج راديشنز. الرايزنج راديشن يعني لها القدرة ان هي تأين الخلايا المسلطة عليها المسلطة عليها، او من الرايزنج ليس لها القدرة ان هي تأين. يعني نشوف مثلا الناس بتوع الاكس رايز اللي بيعملوا اشعة الفنيين والدكاترة دايما بينزلوا منها. ليه؟ لان هو تعرض للاشعاع مع اختبار تعرض للاشعاع بيخاف ان هو يحصل له اصابه او يخاف ان هو يحصل له مشاكل فبيحمي نفسه، صح كده؟ يعني مشهوره الناس اللي بتعرض للاشعاع او الفنيين اللي اشتغلوا مع العيانين اللي هم بيعرضوا للاشعاع بيحمي نفسه، لان الخلايا بتاعته اللي هو الجيم ريز دي او الاكس ريز اللي بتستعمل في التصوير يعتبر ان هي مصر عليها تخش بقلب الخلايا بتاعته. اما الناس اللي زينا اللي بتشتغل مثلا مع الانفرايد كاحد الوسائل العلاجيه، حتى قال لك ان الانفرايد لو سمعت عنها قبل كده ان هي بتاثر على الخلايا بتسرطن او بتقلل الخلايا، لا فبعضهم بيتاثر بقلب الخلايا وبعضها تمويل بقلب الخلايا. ان الانرجيز او اللايتس اللي زادت في الكويس عالي بالذات في كويس عالي بيركب عنها طاقه عاليه. مش متفقين على الكلام ده قبل كده لما كنا بنشرح الالتراسايد وقلنا ايهما اكثر انتصار صعوبه؟ 3 ميجا ويل 3 ميجا هرتز ولا 1 ميجا هرتز؟ 3 ميجا هرتز. اليوم ما أكثر امتصاصا في الجسم؟ 3 ميجا هرتز ولا 1 ميجا هرتز؟ 3. بعضهم بيقول 3 وبعضهم بيقول 1. ما نصدق. لو 3 أو 1. أول سؤال أفكركم بالمحاضرة بتاعت الغرفة صايم. اليوم ما أكثر ديفينيشن؟ واحد ولا ثلاثة؟ لكن بص مفهوم وبقوة يعني مفيش اختلاف يعني واحد. طب ايهما أكثر امتصاصا؟ ثلاثة ولا واحد؟ ثلاثة. واحد تقص عليك ثلاثة. ثلاثة يعني هرتز أعلى يعني طاقة أعلى. احنا قلنا فقط الفريكونسي يتناسب عكسيا مع البنتريشن مع البنتريشن. يعني الواحد ده الواحد بيتويت اكتر واما ثلاثه بينقص اكتر لان انت بتقدم له. قلنا 3 ميجا هرتز معناها 3 مليون ويف في الثانيه، عدد النمبر اوف سايكلز او نمبر اوف ويفز 3 مليون. فبالتالي متوقع ان الخلايا تمتص بصوره اعلى فبثلاثه. كل ده رايح للسوبرفيشال اريا وثلاثه رايح للسوبرفيشال اريا ومفيش بيتفش عالي فكان متوقع عالي فمتوقع ان هو يبص اعلى. وبالتبعيه برضه احنا لما طبق الكلام ده بنفس طريقه النهارده او التفكير على الالكترونيك ويفز بيقول لك ان الفريكونسي الاعلى بايه؟ بينقص اكتر وبالتالي الايونايزنج راديشن اللي هي فريكونسي عالي وتوقع ان هي تنقص. ماشي. في بعض القوانين اللي بتحكمنا في اثناء العمل مع الدكتور ماتي بويز، بعض القوانين اللي احنا نستخدمها اثناء تطبيق الكمامون بويز. قلنا احنا من شويه اول حاجه ان كميه الريفليكشن اللي بتحصل او كميه الاشعه المنعكسه على السطح المسلط عليه توقف على الانتنسيتي او الامونت اوف ريفليكشن والريفليكشنس والنيتشر اوف
الثيرمس اللي احنا قلناها من شويه ادي الامن الاستثمار اللي هي الار دي ودي الريفليكشن اللي هي زاويه الانعكاس. طبعا كل ما تختلف زاويه الايه الانعكاس دي كل ما يختلف ال الامن الريفليكشن وهيختلف كميه الطاقه المنبثقه. ريفلكشن يعني اللي هو ايه؟ انتصار. وده يتوقف على ايه؟ على الوسط. لان احنا قلنا احيانا بعض النبلة اللي انت مسلط عليها الاشعة تبقى مش كلها بنفس الدنسيتي. ممكن تبقى مثلا عندك الوسط او القشر بتاعك في مياه كتير او في مياه اقل او في مولكيولز كتير او في مولكيولز اقل. فتلاقي الأشعة وهي داخلة لو فيها انت فيها مولكيولز أكتر ثم فيها مية تنكسر ما تمشيش نفس الإيه؟ الخط المستقيم. يبقى إذا كمية الريفلكشن اللي بتحصل توقف على نوع الوسط كلنا متفقين على الكلام ده وعلى كمية باور انرجي المسلطة حتى أنت مدخل كمية قليلة ولا كمية كتيرة اللي هي الانتنسيتي. ابزوربشن هي مثال اللي هو الفريكشن اللي هو ابزوربشن بيوقف على كل حاجه اللي احنا قلناها ويفلينس فريكونسي الوصف المستقبل الانتنستي المستخدمه. طيب الحاجه اللي بعد كده الانفيرس سكوير لوب. الانفيرس سكوير لوب بيقول لحضرتك ان الانفيرس بتاع الريفليكشن انفيرسلي موجيشن تو ذا سكوير اوف ذا ديستنس فروم ذا سورس. يعني ايه؟ بالعربي ما لنا علم إلا بنقف قوي. نحن بنجز بالإنجليزي بس المفروض يعني يكون لنا أداء في اللغة العربية بتاعتنا أو نكون نتعلم بنطلع عروض باللغة العربية بس للأسف ده مش حاصل عندنا. أول ما بدأت الإجابة بتاعت الكلام ده يقول لك إن الإنترستي الإنترستي بقول لك الإنترستي بيتناسب عكسيا مع مربع المسافة بيننا وبين الوسط المسلوط عليه. يعني ايه برضه الكلام ده؟ بمعنى تاني حضرتك لما تصمت سورس اوف انرجي ومسافة بعيدة على كشف هل هي نفس الطاقة لما صمت مسافة بعيدة؟ مين متوقع ان هو يمتص اكتر؟ طيب اللي قال لكم يبقى اذا المسافه تتناسب عكسيا مع الانترست ولا لا؟ تتناسب عكسيا هنا قللت المسافه يبقى محتاج الانترستي اقل زودت المسافه محتاج له ايه؟ انترستي اكثر. يبقى المسافه تتناسب عكسيا مع مربع الطاقة تناسب عكسية مع مربع المسافة. انترست في المسورس انترست موجيشن تو ذا سكوير اوف ذا ديستانس اوف ذا انترست سورس. القانون اللي بعد كده الكوزاين رول بيقول لحضرتك ان الافكتيف رادييشن يساوي كوزاين الانجل اوف انسنس مع تبلاي الباقي الانرجي. يعني الافكتيف رادييشن يعني ايه؟ يعني الرادييشن اللي فعلا بيمتص الجسم. هو انت كل الرادييشن اللي بتقدمه من الفيشن او من السيرفس اللي انت بتدور عليه مسكين بنا؟ لا مش احنا فاكرين لما قلنا في الالترا ساوند بيقول لك حاجه اسمها افكتيف راديتي جيلا او بيقول لك اسمها ايرا اللي هي الجزء المستفيد فعلا من النطق الصوتي او الجزء من الكريستاله اللي هو فعلا بيطلع الالترا ساوند. احنا فاكرين برضه في انتج فيها حاجه اسمها الافكتيف راديشن بمعنى ان انا لو دخلت مثلا وجدت سورس اوف لايت او اوف انرجي للسيرفيس هل كله بيمتص؟
مش كل ممتص. يبقى إذا فيه كمية ممتص اللي نسميها الفكتة البرنيشة. قالك إن هي مفصولة كوزاين الزاوية اللي هي أمر فرسنس ده السحول اللي ممكن صباحها على التشر في كمية طاقة مواجهة. طيب خلنا نشوف كمان. لو احنا مثلا قلنا إن الزاوية دي اللي هي أمر فرسنس 90 يبقى الفكتة البرنيشة هيساوي إيه؟ هنساوي الجنيه في 90 جنيه، وزاد 90 بكام؟ بكام؟ بواحد، يبقى الإفكت الجنيه بتساوي الجنيه، يبقى كل الطاقة اللي أنت بتوجهها بتمتص بيها، صح؟ يبقى أنت كده زي السقوط، لما تبقى عمودية، يبقى أنت خليتها تمتص تمتص ولا لأ؟ استفدت بيها كلها ولا لأ؟ يبقى لازم هو القانون ده، اللي إحنا زي ما قلنا قبل كده. كل ما كان زوايا السقوط عمودية على الكشف كل ما كان الامتصاص أفضل. أنا أقول لك على الكلام ده صح؟ كل ما كانت زوايا السقوط عمودية كل ما كان الامتصاص أفضل. طيب لو قلنا مثلا إن الكوزاي قلنا إن زوايا السقوط اللي أنت موجه بيها السور السقوط بتاعك الكشف 30 وزوايا 30 بكام؟ وزن 30.5 جسر 3 والفكت الوريشن يساوي كوزاين الزاوية اللي بص في الوريشن أو في الوريشن يبقى الفكت الوريشن يساوي كام؟ نص الوريشن اللي أنت موجهها على التشو. يبقى إذا ناخد من الكلام ده والقانون ده هو إن زاوية السقوط دي حاجة مهمة. رقم 2 ناخد من الكلام ده إن كل مكان زاوية السقوط عمودية على السيرفس على التشو كل ما كان الانرجي مفصل اكتر. وده اللي احنا بنصحكم بيه واللي احنا قلناه المره اللي فاتت وبنقول المره دي تاني لان العلم بيكمل بعض في كل حته. طيب الحاجه اللي بعد كده نقولها سكافولينج. سكافولينج يعني تشتت وقانون تشتت ده بيقول لك كلما زاد كل النوري كلما زاد تشتت الانرجي داخل الوسط. يعني ان الريليشنز زاد الريليشنز العالي بتمتص اقل. طب الكلام ده مش منطبق مع الكلام اللي احنا قلناه اول محاضره ان الريليشن زاد في الفريكونسي الاعلى بتمتص اكتر. هو مش التوتال موديل الكبير ده بيتناسب عكسيا مع الفريكونسي صح؟ يعني لو طول الموجة بيني هيبقى فريكونس عالي هيمتص أكتر. لو طول الموجة عالي هيبقى فريكونس أقل فهيمتص أقل صح؟ يبقى كل ما هو زاد طول الموجة كل ما هو تشتت وكل ما يقل الامتصاص يبقى متناسب مع الكلام اللي أنت قلته متناسب. متناسب؟ صح؟ متفق. وقول تاني الناس راحت شوية أو تاني السكاترين ده يقول لك كلما زاد طول المودي كلما زاد السكاترين بتاع الويف من سايز التشو. كل ما زود الطول كل ما كان الاشعه اللي انت مستخدمها زاد طول المودي عادي كلما كل ما كان كل ما كان السكاترين ده اكتر. ده قانون كل ما كان الويف بينس عالي كل ما كان السكاترين اعلى. يعني كل ما كان الجمله الموجوده عاليه او المسافه الموجوده الموجوده او الجمله مسافه عاليه للطيوره كل ما كان السكاتر بتاع الكشف جوه كل ما كان السكاتر بتاع الاشعه جوه الكشف اعلى. وانا بضيف لك بقى قوانين للقانون دي ما فيهوش حاجه سهله. زودت الويف لينس او الاشعه الويف لينس عالي بتتشفط اكتر. انا بقول لك بقى اللي احنا لسه قايلينه من شويه ولسه قايلينه من شويه ان الويف لينس بتناسب عكسيه مع مين؟ مع الفريكونسي. طيب الاشعه ذات الطول الموجي العالي ده متوقع يكون الفريكونسي بتاعها واطي ولا قليل؟ قليل. ليها ويف لينس عالي يبقى ليها فريكونسي قليل. ليها فريكونسي عالي يبقى ليها ويف لينس قليل. مش احنا شفنا في اول صوره الاشعه اللي لها ويف لينس عالي يبقى ليها فريكونسي قليل والعكس؟ يعني هم متناسبين مع بعض متناسبين عكسيا مع بعض. طب يبقى ليها
الصغير الامتصاص بتاعها يبقى اعلى ولا اكثر؟ يعني بقسم
الى الدرمز اللي هي الطبقه الثانيه من الجلد اللي هي بعد الدرمز. يبقى متوقع ان شبه ومقبل. وهي لما ريفرنس اقل فبيبقى في كورس اعلى في المنتصف اكتر. ازاي بيحصل ريدكشن للانفراد ريدكشن؟ اي درجه حراره او اي سورس اوف هيت يطلع درجه حراره يؤدي الى موشن للبروتينز وزن الفيش او وزن السيرفس اللي هي متعرضه عليه. الموشن دي بتؤدي الى موشن للانفراد. يبقى اي درجه حراره او اي درجه حراره اعلى من الصفر المطلق بتؤدي الى فايبريشن او روتيشن للمفعول اللي مصاب عليها. الفايبريشن بتاع المفعول ده يمكن عنه انفراد. الانفراد دي ممكن تبقى ناتشر يعني اللي هي من الصمت مضيئه من الشمس او ممكن تبقى ارتفيشال مصنعه من احد الاوراق من احد الاجهزه المصنعه زي ما احنا بنستخدمها في الاجهزه بتاعتنا. الانفراد دي لها نوعين تانيين لوميناس ونون لوميناس. لوميناس يعني غير واضحه او مضيئه. نون لوميناس يعني مش متوهجه او مش مضيئه. اللوميناس انفراد بيبقى فيها متكون من ايه؟ متكون من لمبه فيها تنجستين فيلمنت كده من كده نوع معين اسمه تنجستين فيلمنت. تنجستين فيلمنت بقى ولا مرة بقى فيه غاز ذو ضغط خفيف. واللمبة اللي مولعة أو البلد بتاع اللمبة فيها متحررة أكسجين أكتر. لما تمشي وتهرب في الكمبستين فيلم وتتعدي على الإيه؟ على اللمبة ذات الضغط الخفيف ده أو الضغط القليل ده بيطلع لنا سورس أوف انفراد. لو قلنا في الميكانيزم بتاع اللمبه اللي انت بتطلعها بتطلع منها انفراد ازاي بنشتغل؟ يبقى في سورس اوف انترست يمشي في تورستين فيلمنت تورستين فيلمنت لحد يقول بلب اللي هو لمبه كبيره. تبقى اللمبه دي بتبقى لايند او مبطنه بسيمبل ماتيريال يمشي فيها الغاز ويمشي فيها الالكتريكال ويفز يعمل لك ايه؟ يعمل لك انفراد تسلط على الناس. بيديك باور حوالي 250 إلى 1500 وات. اللمس بيبقى أغلبها أو الإنفراد اللي طالع منها نوع لمبة الإنفراد بتبقى بالشكل ده. دي لوميناس. لوميناس يعني متوهجة أو بتنور. وقلنا احنا عندنا نوعين من الانفراد في الاجهزه عندنا يا اما لومينس بتنور يا اما نون لومينس. الاثنين بيطلعوا انفراد. اللومينس بيبقى 70% نير انفراد والترا فايلوت معاها وفيزابل لايت والباقي حوالي 23% او ما شابه 23% فار انفراد. النون لونس انفراد عباره عن لف بيمشي فيه تيار كهرباء يعمل لنا سورس اوف هيت الكتريكال هيتد ريزيستد واير كويل اون اسلندر اوف الفلوتنج ماتيريال. ماده عازله جواها ملف او كويل بيمشي فيه الكتريكال ويف او الكتريكال كارنت. الكلام ده بيدينا سورس اوف ايه؟ اوف انفراد. بس نوع الانفراد اللي طالع منه بتبقى ايه؟ مور لونج انفراد يعني صوره اكبر لونج وليس شورت انفراد. زي ايه؟ زي الهوت باد اللي احنا بنستعملها. اللمبه الحراريه اللي احنا بنسخنها دي بتطلع سورس اوف هيت وبتطلع انفراد بس نوعها ايه؟ فار
فوقها فاض انفراريد. الابزوربشن قلنا حسب نوع الانفراريد، يا اما فاض يا اما ديب يا اما نير يا اما نير. النير بتمتص اكتر حوالي توصل للابيديرمس 5 ملم والعكس 6 ملم. النير ايوه النير قلنا اعرف ايوه اعرف الكونس لان هو بينس اقل والفاض هو بينس اقوى. لا بص الويف لينس الاقل بيديك فريكوانسي اعلى تمتص اكتر، الويف لينس الاكتر يديك فريكوانسي اقل يبقى تمتص اقل. ازاي بنطبق او ازاي بنشتغل بالانفراريد؟ بنجهز العيان بتاعنا، عرفنا ان هو محتاج سورس اوف هيت او هستخدم معاه هيت ودايتي، وخلاص ان انا هستعمل معاه انفراريد. هقول والله انا هحطك على لمبه بتزود درجه الحراره عشان استخدمها كسورس اوف هيت استفيد بيه. بنسلط الانفراريد على المكان اللي انا عايز اعالجه، بتاكد ان العيان ده بيحس كويس والاستشاري عنده كويس ومظبوط، لان اكل من عيانين ممكن ما يحسش بيها ويجيله برن او يتحرق. تسيبه تسلط عليه الانفراريد لمده مش قصيره او مده يعني تنساه او تتشغل باي حاجه، لو انت يعني من احد الناس اللي هم مش موظفين في الشغل او يعني مش مركز في الشغل بتاعك، ممكن تسيبه ومش هعمل له تايمر فتلاقيه ان هو ايه ما فصلش لوحده فيقوم العيان يجيله برن او حتى هايبرميا اول درجه من درجات البرن. فمهم قوي تتاكد ان العيان ده عنده ايه احساس كويس، ومهم قوي تبقى ظابط التايمر بتاعك على وقت معين، مهم ما يكونش فيه اي متر محطوط في المنطقه اللي انت بتشتغل عليها، ما يبقاش مثلا لابس خاتم لابس حاجه ايه لابس حاجه حديد فتسخن بسرعه برضه تحرقه، دي من البروفيشنز بتاعتك. يبقى احنا بنجهز العيان، نحط العيان، بنبص على المكان اللي احنا هنحطه عليه وننظفه، بنقول للعيان البروسيجرز، بتشيل اي نوع من انواع المثل الموجوده، ونشوف ان كان والله العيان ده عنده اي مشكله في الاحساس ولا لا. بتجاوب كده بلبوس تشوف والله العيان ده بيحس ولا ما بيحسش. طيب مهم قوي تبقى في مسافه ما بين اللمبه وما بين الحته اللي انت بتعالجها، مسافه كام؟ حوالي من 75 سم الى متر، من 75 سم الى ايه متر، مسافه كويسه منعا ان انت ممكن يحصل لك اي برن. طيب الحاجه الثانيه بنشتغل مده قد ايه؟ حوالي من 15 من 10 15 دقيقه، من 10 الى 15 دقيقة، واحيانا بنزودها ل 20 دقيقة. بنشتغل حوالي ربع ساعة انفراريد. بنستعملها على رايت انجل، يعني توجه الراديشن بتاعك، تحاول تخلي الانجل اوف انسنس بتاعتك بربنديكولار او اللمبة متوجهة عمودية على الحتة اللي انت بتعالجها. ليه؟ عشان يبقى دي عشان تبقى ابزوربد كلها، مفيش حاجه تبص. الاستراكت البيشنت ان هو ما يمسكش الايه؟ اللمبه، اللمبه تبقى سخنه او اي حته منها، ما يحاولش يمسكها او يطفل عليها كده ويحط ايده لانه هيتحرق. طبعا العيان المفروض يبقى فاهم الكلام ده. بعد ما نخلص نبص والله العيان ده حصل له اي حرق ولا قام بالسلامه الحمد لله والعمليه تمت بنجاح. أهم السلامة طول ما أبوك اتحرق طوله يعني إيه المستشفى. الهازارد إيه هي الهازارد بتاعت الإنفراريد؟ ممكن يحصل برد أو ممكن يحصل دمج للآي. مهم جدا لو أنت شغال على منطقة قريبة من العين
تحط عليها قطنة او تحط عليها قماشة عشان تغطي العين. مهم جدا انت لو بتشتغل على اي منطقة انفراريد وهتبقى نوعا ما قريبة من العين او موجهة ناحية العين تحط ايه؟ تحط اي حاجة تغطي بيها العين. مهم جدا تموتر العيان اللي تاخد بالك منه اللي هو ما يحصلش بيرن منك او العيان بتاعك يكون عنده احساس كويس. دي الهضبة بتاعت الانفراريد اللي هو ممكن يحصل لك بيرن في الاي او ممكن يحصل لك لا قدر الله دمج بالاي او بيرن. شكرا جزيلا.